مساء الخير أحبائي في مصر والعالم كله. موضوع الساعة النهاردة عايز أتكلم عن موضوع الساعة اللي منتشر على الميديا وفي التلفزيونز وفي الإنترنت وفي كل وسائل الميديا في الداخل والخارج. أقباط المهجر. اليومين دول كده ناس كتيرة داخلة وبتعلق تعليقات كتيرة على أقباط المهجر. أحد التعليقات قريتها النهاردة وكاتبها دكتور قبطي مسيحي من الفريندز اللي عندي، يعني هو فريند وهو دكتور، يعني والده حقوقي ويعني مفروض ان هو بيفهم في النواحي القانونية، مفروض اذا كان اكتسب خبرة من والده او غيره. لكن ذكر شيء هحاوجزه لكم كده بكل بساطة. كتب في ستيتس بيقول ان هو بيسمن كلام الانبا مكاريوس اسقف عام المنيا، اللي كان فيه راجل جدا وبيفضل مصلحة الوطن، وبيسمن الحكمة بتاعت الانبا مكاريوس في انها اعلت مصلحة الوطن، وانها تناولت موضوع ومشاكل المنيا الطائفية بكل حكمة وبكل سلاسة، وانه راجل كان بيراعي مصالح المسلمين زي ما بيراعي مصالح الاقباط، وان هو بيسمن الكلام دوت بتاع الانبا مكاريوس. وفي نفس الوقت قال ونوجه العناية الى مخطط اقباط المهجر الذين هم عملاء للمهجر وعملاء للخارج، وان هم ليهم اغراض خاصة بهم وليهم مصالح شخصية. طيب بيقول لك اصعب كلام واخطر كلام اللي نصه صح، اخطر كلام يتقال اللي نصه صح. ليه بقى؟ لان لما نبتدي بكلام على الانبا مكاريوس، فعلا الانبا مكاريوس انسان عظيم جدا جدا جدا، وانا من هنا بوجه له شكر خاص لحكمته وعلمه الغزير وفهمه السياسي العالي جدا. هذا الرجل سابق جيله، لانه فعلا تناول الامور بحساسية وحنكة سياسية عالية، واستطيع ان اقول انه بخبرته وبكلامه يفضح كلمات كثيرة ما بين السطور. الانبا مكاريوس يعلم المشكلة ويعلم الداء ويعلم اين الدواء. وفي كلماته النهاردة حضرت له لقاء مع ايهاب صبحي على قناة السي تي في، شرح مشكلة المنيا كلها. هذا الرجل قمة في الشجاعة وقمة في الحكمة، رجل كلماته منيرة وضاءة، من يعمل بها ينجح. لكن زي ما قلت، الكلام اللي قاله صديقي على الفيسبوك انه جاب جزئية شكر فيها الانبا مكاريوس، وجي في الناحية التانية اتهم اقباط المهجر بالعمالة. هنا هختلف معاك يا دكتور توتالي، متفق معاك في ثنائك على الانبا مكاريوس، متفق معاك تماما بل وازيد. لكن حضرتك لما تاخد سكه الانبا مكاريوس عشان تغلط في اقباط المهجر، حضرتك سلكت سلوك مش حكيم ومش سليم. انت قبطي في مصر، تعلم ما يحدث في مصر، وتعلم ما يحدث في قرى مصر، وتعلم ما يحدث من اضطهاد للأقباط في مصر. حينما تتهم أقباط المهجر بالعمالة أو بالخيانة أو بأنهم يكتسبون مصالح شخصية، فآسف جدا، أنت وصلت إلى مرحلة التدليس. صديق الدكتور، أربأ بك أن تكون جمال أسعد جديد أو بداوي جديد أو يهوذا جديد في الكنيسة المصرية. أربأ بك. حضرتك سلكت سلوك بداية عشان تراضي الحكومة المصرية،
لكن في مضاداتك للحكومة المصرية ظلمت جانب وظلمت مجموعة هي في قمة الإخلاص لمصر وللمصريين جميعا، سواء كانوا مسلمين أو أقباط، وعندي أدلة على كده. دكتور اسمع كلام اللي هقوله لك وراجع نفسك، وإذا كنت ستنزلق لغرض خاص في نفسك حبا في منصب ما أو اكتسابا لرضا أشخاص ما، ارجع ارجع يا دكتور، لأنه ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. قد أكون في مثل سنك، أو قد أكون أصغر منك سنا أو أكبر منك سنا، ولكنك طبيب، والطبيب يجب أن يشخص صح، وإذا تم التشخيص صح سيتم العلاج صح. من هم أقباط المهجر؟ أقباط المهجر يا أخي هم أخواتي وأخواتك، أولاد عمي وأولاد عمك، هؤلاء هم أقباط المهجر. هم ليسوا داعش وليسوا إرهابيين، دول ناس خرجوا من مصر وعاشوا في بلد توفر لهم الحرية وتوفر لهم حقوق ما بيجدوهاش في مصر، وسافروا بره مصر ونجحوا، نجحوا حققوا مكاسب بشخصهم، نجحوا بدراعهم بذكائهم بعقليتهم مش بالعمالة يا صديقي، وحسوا ان من الواجب انهم عانوا من الظلم في مصر، من الواجب انهم يحاولوا يرفعوا الظلم عن اخواتهم اللي موجودين في مصر. دول اقباط المهجر، ما بيتكسبوش، بالعكس ده بيصرفوا من جيبهم، بيصرفوا من جيبهم. وإذا كنا شفنا في المظاهرة الأخيرة بتاعت واشنطن الأستاذ مدحت عويضة طلع من كندا وأخذ معاه مجموعات من كندا وراحوا أمريكا، ودي مسافة سفر يمكن 12 ساعة بالأتوبيسات، تكفلوا مجهود، تكفلوا فلوس، تكفلوا مجهود شخصي عشان يدافعوا عنك انت، وعشان انت تاخد حقك وما يتقالش عليك ذمي وما يتقالش عليك درجة تالتة. الأستاذ مجدي خليل اللي نظم ده بيدفع من جيبه، على فكرة أنا ماليش علاقة شخصية بالاتنين، وإن كان ده يشرفني لكن ماليش علاقة شخصية بالاتنين، هم أصدقاء على الفيسبوك ويشرفوني صداقتهم على الفيسبوك، لكن علاقة شخصية بحتة بيني ما بينهم مفيش. وأنا مش من أقباط المهجر، وإن كنت أتمنى وشرف ليا أن أكون في يوم من الأيام من أقباط المهجر، يعني مفيش أي مشكلة، ده شرف لا أدعية، لكن هم أخواتي وأخواتك اللي موجودين في الخارج واللي بيدافعوا عن حقوقي وحقوقك. أتهمهم بالعمالة؟ لا. أتهمهم بالخيانة؟ لا، وعندي الدليل. أقباط المهجر يا صديقي هم اللي طلعوا وساروا على الإخوان وساروا على حكم الإخوان، وعملوا أول مظاهرات ضد الإخوان في أمريكا، وعملوا أول مظاهرات ضد مساندة أوباما للإخوان. ركزوا معايا، يعني لما عملوا المظاهرة في أمريكا ضد مساندة أوباما للإخوان، يعني عملوا مظاهرة ضد الحكومة الأمريكية في مساندتها للإخوان في مصر. هيتكسبوا من مين بقى؟ فكر كده يا دوك، فكر. لما انا يكون شخص في امريكا ويعمل مظاهرات ضد الرئيس الامريكي لمساندته للاخوان، مين بقى هيقبض من مين؟ هيقبض من السيسي في مصر؟ هو السيسي بيقبض حد؟ السيسي بيدي لحد فلوس؟ ده انتوا نور عينينا يا اخي، ده انتوا نور عينينا. طيب مصر سمنت الموقف ده ساعتها؟ سمنته، وقالت أقباط المهجر الوطنيين اللي وقفوا قدام الحكم الفاشي الديني، كل ده قالته مصر وقالوا الإعلاميين المصريين في التلفزيون، وقالوا السيسي وغير السيسي، وسمنوا موقف أقباط المهجر في وقوفهم قدام الحكم الفاشي الديني المصري. في 30 يونيو اللي طالب بيها السيسي وقال الدنيا تفويض واطلعوا لي، وطلعوا له في مصر، طلعت الالاف
من الأقباط في أمريكا قدام البيت الأبيض عشان يقولوا اللي حصل في مصر مش انقلاب، عشان يقولوا أيوة إحنا مع الثورة، مع الانتفاض، مع الانتفاضة على الإخوان. لسه ما كانش شيلت الرئيس مرسي حصلت. إحنا ضد الحكم الديني لمصر. مصر سمنت الموقف ده وقالت المصريين هم، المصريين هم، وطبلنا وزمرنا الاقباط المخلصين، اقباط مصر اللي بنتسند عليهم. حلو الكلام ده. في 13 يوليو بعد الثورة الاخوان عملوا مظاهرة قدام مكتب الحلف العسكري تبع السفارة المصرية في واشنطن، حاجة زي كده، وعملوا مظاهرة كبيرة قوي ضد الانقلاب، سموه الانقلاب، ضد السيسي عشان ده انقلب على السلطة وانقلب على الشرعية. وطلعت الاخوان طلعوا لهم الاقباط من الناحية التانية بمظاهرة مضادة عشان يقولوا لاوروبا والامريكا وللعالم ان اللي حصل في مصر ده مش انقلاب، دي ارادة شعبية. وهنا زمرنا وتسلم الايادي وتسلم يا جيش بلادي، وادي المصريين هم. وكانوا المصريين وطنيين، مع ان هم نفس الشخص ونفس الاشخاص المنظمين اللي عملوا المظاهرة الاخيرة قدام البيت الابيض عشان يقولوا الحقوا الاقباط فمصر مضطهدين. قلنا عليهم عملاء. عملاء؟ عملاء ازاي؟ هو اقباط المهجر مش مسيحيين وموجودين في امريكا، وهم كمان في جوامع في امريكا وفي مسلمين. طب اقباط المهجر ما راحوش الجوامع بتاعت المصريين ليه مثلا؟ حرقوها. ما راحوش قتلوا في المسلمين ليه في امريكا ولا في واشنطن ولا في كاليفورنيا؟ ما طلعوش ومسكوا الـ 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 الناس اللي بتقون وفي الشوارع وضربوهم ليه مثلا لما هم ناس مش وطنيين؟ ما عملوش كده ليه؟ لانهم ناس كلاس، ناس اخلاقيات عاليه، ناس عندهم مثل وقيم. لما بيعملوا مظاهرات بيقفوا بادب، معاهم يافطه مكتوبه لا للارهاب، لا للاضطهاد، سيف كريستيانز ان ايجيبت، سيف ميدل ايست. ده اللي بيقولوه اقباط المهجر اللي بيدافع عنك يا دكتور، بيدافع عن اللي قاعد جنبك واللي قاعد وراك وجارك المسلم والمسيحي، لان اقباط المهجر بيدافع عن الكل. لما بتيجي مصلحة لمصر بيدافع عن الكل. ولما قال السيسي صبحوا على مصر بجنيه، كانوا بيصبحوا على مصر بدولار. طبعا دولار دي كلمة كناية، لكن هي دولارات وفلوس وملايين كانت من تحويلات اقباط المهجر للمصريين. دول المصريين اللي لما يعملوا مظاهرة مع الحكومة المصرية يبقوا المصريين هم الوطنيين، لكن لما يعملوا مظاهرة عشان اخوك اللي اتقتل تتهمهم يا دكتور بانهم عملاء. خسارة يا دكتور، خسارة. 7 سنين في كلية الطب ودراسات عليا وعقلية متقدمة وتقع في السقطة دي انك تتهم اخواتك اللي بيدافعوا عنك وعن غيرك، بيدافعوا عن الدم، بيدافعوا عن الحقوق، بيدافعوا عن امك اللي اتعرت في المنيا. انت بتقول انك صعيدي ومن الصعيد، يعني مش بعيد الست اللي اتعرت في المنيا دي تكون قريبتك، ولا انت من طبقة تانية؟ بيدافعوا عن الراجل اللي اتقتل، الشاب اللي في العشرينات اللي اتقتل غدر، بيطالبوا بعدم وجود جلسات عرفية عشان تاخد حقك وتبقى لك كرامة، بيدافعوا عنك عشان تاخد حقك في بناء دور عبادتك، بيدافعوا عنك عشان اخواتك البنات وناسك يبقوا متأمنين ما تحصل لهمش مشاكل. ده اللي بيعملوه. ما قالوش اقطعوا المعونات عن مصر، ما قالوش احتلوا مصر نريد تقسيم مصر، ما قالوش مصر محتلة من السعودية
وتحكم بأحكام سعودية تفرض على الأقباط أنهم أقلية وأنهم رعاية وأنهم أهل ذمة وأنهم يجب إنهاء هذه الديانات من هذه الدول. ما قالوش كده، دول قالوا كلام قمة في الأدب، ما قالوش الحقيقة على فكرة، الحقيقة المرة، الحقيقة الصعبة اللي في يوم من الأيام كلكم هتعرفوها وكلكم عارفينها بس ما بتقولوهاش. مصر بتحكم منين؟ مين اللي بيحكم مصر حاليا؟ أما بكاريوس ليه عظيم الشكر، عظيم الشكر. المنيوية ليهم عظيم الشكر، ليهم عظيم الشكر. المنيوية دول ما تنسوش اللي طلع منهم 21 شهيد، شهداء المنيا اللي وقفوا قدام داعش. بالمناسبة ال 21 شهيد المنيويين دول ما كانوش لا شمامسة ولا كانوا كهنة، كانوا ناس بسطة، ناس بسطة بتصلي في بيوتها، لكن وقفت وتمسكت بإيمانها وتمسكت بدينها زي مجدودنا زمان اتمسكوا بإيمانهم وتمسكوا بدينهم. لكن وأنا بتكلم عايز أقول حاجة، والحقيقة دي لفت نظري ليها برضو الأنبا مكاريوس، أنا قلتها قبل كده كتير لكن هكررها تاني. على فكرة العيب مش في إخواتنا المسلمين، عشان نبقى صراحة، احنا لينا إخوات مسلمين وأصدقاء مسلمين قمة في الأدب وفي الأخلاق، ما يرضهمش الظلم أبدا أبدا. أنا لي أصحاب مسلمين مكانهم هنا في القلب من جوه، في القلب من جوه. ويمكن أقول لكم إن أنا لي أصحاب من المسلمين أكتر من المسيحيين. هل أصحابنا دول وحشين؟ أبدا، قمة في الأدب والأخلاق والتربية. طبعا اللي بيشوه المسلمين دلوقتي يا جماعة داعش، واللي بتعمله داعش، والإرهابيين اللي بيعملوا الإرهابيين، والشيوخ بيشوه المسلمين وبيشوه الإسلام. لما يطلع لك شيخ يقول لك، يقول المسلم قبل ما تروح بيتك اتصل بالتليفون، يحسن مراتك تكون مع واحد، ادي فرصة للواحد ده انه يمشي، دعوة للتعريض يعني ولا ايه؟ وشيخ جليل يعني بيقول الكلام ده. وتيجي واحدة تانية تقول لك لا، ده احنا لما نحارب دولة لازم نغتصب الستات بتاعها. احنا حاربنا في 73 وحاربنا في، ما اغتصبناش ستات يعني، الجنودنا ما اغتصبوش حد. لما تيجي لك واحدة بالطريقة دي فقيها وتقول لك اغتصبوا الستات واستبيحوهم، بترجعنا ورا. ده مش احنا، ده بتتكلم عن شعب غير الشعب اللي احنا نعرفه، عن اصحاب غير الاصحاب اللي نعرفها، عن مسلمين غير المسلمين اللي احنا تربينا وسطيهم. انت تأذيت مسلم؟ اه ممكن، واحد اتنين تلاتة عشرة، بس كلهم كده لا. عشان نبقى بس نتكلم ايه، نتكلم بأمانة. طب القصة ايه؟ القصة مخطط، القصة مخطط مخطط، واللي عاملينه للأسف رجال الأمن. أسباب الفتنة في مصر رجال الأمن، هم اللي بيعملوا الفتن، هم اللي بيزرعوا الفتن بين الناس، هم اللي بيقولوا للناس في كنيسة هتتبني روحوا احرقوها. هم ايوه رجال الأمن اللي ما فيهم حتى اللي معاهم بيكون محافظ مشترك معاهم، وبعض رجال واعضاء المجلس النيابي عشان نبقى واضحين، وبعض العمد. لكن الشعب، عامة الشعب المصري في المنيا او غيره، دول غلابة زيه وزيك، غلابة يا دوب عايزين يشوفوا هيدفعوا الكهرباء اخر الشهر ولا لا. ما هو اللي عليك هو اللي عليهم يا حبيبي. المعاناة اللي بتعانيها انت في حياتك بيعانيها المسلم برضه. طيب هو المخطط ايه؟ طب ليه كده؟ بيعملوا كده ليه؟ هل دي اوامر جايه من السعوديه؟ طفشوا الاقباط؟ اقهروهم في حياتهم؟ الله اعلم. طب هل رئيس الدوله عايز كده عشان يبقى فيه تناحر وعشان الناس تبقى ماسكه فيه؟ الله اعلم. طب هل الحاجات دي ما يعرفهاش رئيس الدولة وبتبعت له تقارير مضروبة من المجالس المحلية ومن الوزراء اللي تحت منه؟ الله أعلم. بس الثابت والمعلوم والواضح 100% إن في إرادة سياسية موجودة إن الوضع يبقى زي كده، بل ويزيد، إن يبقى في اضطهاد للأقباط.
ممنهج ممنهج، وبكررها 600 ألف مرة، في خطف بيحصل الأقباط، وفي خطف بيحصل القبطيات، وفي أسلمة بتحصل، وبإشراف الأزهر. لا دي بأكدها، وعندنا قصص وحكاوي كتير وقصص مروية كتيرة قوي بتقول الكلام ده، بتقول الكلام ده. يبقى احنا عايزين نقول ان المسلمين كمسلمين لا مش وحشين، لكن اللي بيأثر عليهم بعض الشيوخ ورجال الأمن، هم اللي بيحركوهم، وهم اللي بيفتعلوا كل شيء، وهم اللي بيقولهم اعملوا ما تخافوش، اعملوا مش هيحصل لكم حاجة، اعملوا لو اتعملت محاضر هنضغط على الناس نخليها تنزل عن المحاضر وهتطلعوا، اعملوا احرقوا واعتبروها فسحة. ده اللي بيحصل. طيب يبقى يا دكتور يلي قلت اقباط المهجر، بلاش تروح لاقباط المهجر، وتكلم اذا كنت عايز تتكلم سياسة اتكلم في قضايا الاقباط جوه مصر، اتكلم لو عندك الجرأة في مشاكل الاقباط جوه مصر، ارفع مطالبك وقول لحكومتك بمقالات او بستيتس ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قانون دور العبادة اللي جاي لنا بيه قانون يدل على ان مصر دولة عنصرية 100%. انت مش من حقك تعمل لي قانون يحدد مساحة الكنيسة اللي انا اقعد فيها، مش من حقك تحدد لي اعمل منارتين ولا اعمل منارة واحدة، ومش من حد مش من حقك تحدد لي اصلي امتى او ما اصليش، او لازم تكون دور العبادة بيصلوا فيها، مش من حقك، ومش من حقك تحط لي بند يقول عدم وجود موانع. يعني ايه عدم وجود موانع؟ يعني ايه عدد وجود موانع؟ يعني ما انت اللي بتوجد الموانع، انت اللي بتهيج الناس عشان يقوموا بمظاهرة ما تعملش كنيسة. احنا هنلعب على بعض؟ هنضحك على بعض؟ وبعدين الحتة الأساسية، أنت ليه بتعملي قانون لدور العبادة بتاعتي وما بتعملش قانون للجامع بتاعك؟ أنت لما تعملي أنا قانون ليا أنت بتميزني، أنت مش بتميزني إيجابي، لا بتميزني سلبي، أنت ضدي، أنت ما بتعتبرنيش عنصر من عناصر الوطن. أنا عايز ابني جامع، ده عايز ابني كنيسة، ما حصلش حاجة. على فكرة قبل كده في مصر كان في مسيحيين بنوا جوامع للمسلمين، يعني تستغربوش لما يقول لك واحد مسيحي بنى جامع. حصلت، في مسيحي بنى جامع للمسلمين، حصلت. مش هيحصل طبعا ان واحد مسلم يبني كنيسه للمسيحيين، ولو ان حصلت في باكستان، لكن في مصر استغفر الله العظيم، ده يصح برضه؟ ده كفر. لما تيجي تقول مفيش كنيسه جامع تبني جنبه كنيسه، طب ما تمام، حط بقى بند مفيش كنيسه يبني جنبها جامع. انما اشمعنى لما ابني كنيسه تيجي بني لي جامع جنبها؟ ليه؟ او لو جاي ابني في الحته دي كنيسه تروح بني لي جنبها جامع عشان تقول لي ممنوع كنيسه جنب جامع؟ ويوم ما تصور صور كده كنيسه جنب جامع تقول يا سلام، ادي الوحده الوطنيه، الكنيسه جنب الجامع، يا سلام، ده انت اللي باني الجامع جنب الكنيسه، انت ما بتسمحليش انا ابني كنيسه جنب جامع. انتوا بتعملوها وتخيلوا، بتصدقوا نفسكم في العبط اللي انتوا بتعملوه ده؟ بتصدقوا نفسكم؟ قانون ايه اللي بتاع دور العباده اللي بتعمل؟ انا عجبني محمود ياسين الفنان العظيم، محمود ياسين كان في جلسه كده من جلسات الدستور او حاجه، فارى ممارسه العباده داخل دور العباده حسب القانون، فراح قال ايه يعني حسب القانون؟ ناس بتمارس عباده تمارسها ازاي حسب القانون؟ ده الفنان محمود ياسين فنان يعني. وكانوا قاعدين ساعتها الاخوان، ساعتها كان مجلس، كان محمد البلتاجي وكان غيره، كان غيره، قال لهم ازاي يعني حسب القانون؟ يعني ازاي مارس عبادته حسب القانون؟ طب انت قانونك ايه اللي عرفك عبادتي ايه عشان تعمل لي قانون ليها؟ الاستاذ محمد العليلي ابن الفنان عزت العليلي، انا برضو بسمن موقفه انه رفض قانون دور العباده، رفض قانون دور العباده. لكن يا جماعة يعني هو ما بني على باطل فهو باطل. هل القانون المصري مش كويس؟ القانون المصري المأخوذ عن القانون الفرنسي هو من أحسن القوانين، لكن الدستور المصري بالمادة الثانية
فاشل فاشل، لأن وجود المادة الثانية في الدستور بتعتبره دستور لا يخضع لقانون حقوق الإنسان، زي مادة حرية الرأي ومادة ازدراء الأديان، دي ضد دي. هنا يقول لك مارس حرية الرأي وهنا يقبض عليك. هو أنت مش مفروض أنك أنت تزدان الدين يعني تشمه، لكن افرض في ناس بتكتب تعبيرات معينة تحليلية حوار أديان غيره، دي حرية رأي. لكن أنت لو عايز تعمل قانون ازدراء الأديان، طب ما طبقتوش على الاثنين ليه؟ يبقى تلغيه، يبقى تلغيه. وعلى فكرة الممنوع مرغوب، بمعنى انت لو قفلت هنا منابر حرية التعبير، لا هتتفتح لك 100 منبر لحرية التعبير في قنوات خارجية، ومش هتلحق بقى على القنوات كتير، هتتفتح لك انت مش مانع هنا، هتجي لك من بره حبيبي. فده مش مظبوط يعني. يعني بلد زي المنيا يقول لك فيها 150 قريه ما فيهاش كنيسه، 150 قريه ما فيهاش كنيسه في الوقت اللي فيه في المنيا او ابو رقاص حوالي 2 مليون مسيحي. احنا دول فاشله، دول فاشله مش هتنجح للاسف. مش عايزينها تبقى قد الدنيا، تبقى قد الدنيا ازاي؟ تبقى قد الدنيا ازاي وهي كل الاسس بتاعت الدوله فاسده؟ الحكايه الاخيره بتاعت الاولمبياد ديت، الاخ السلفي اللي طالع يلعب مع اخ اسرائيلي، والاخ الاسرائيلي بعد ما بهدله مرمط بكرامته الارض وفاز عليه 100-0 مرضيش يسلم عليه. طب ده طالع يلعب ليه؟ وبعدين ده شكل، ده شكل يعني، اللاعب ده طالع بشكله ده بدقنه بمنظره وراح يمارس رياضة، ده شكل يمثل مصر؟ ده شكل يمثل مصر؟ بتقولوا للعالم ايه؟ بتقولوا للعالم احنا مصدر داعش الاول في المنطقة يعني ولا ايه؟ ولما ما يرضاش يسلم بتقولوا للعالم ايه؟ احنا مصدر الكراهية في العالم كله؟ ده اللي بتقولوه؟ مش عارفين تعلموا شخص هو وطالع مبادئ الاولمبياد ايه؟ مواثيق الاولمبياد ايه؟ هتعمل ايه لما تطلع؟ هتعمل ايه لو فزت؟ هتعمل ايه لو اتهزمت؟ كسفتونا وفضحتونا، عريتونا. دي مصر، دي مصر، دي مصر. ارجعوا شوفوا مصر من 50 سنة كان شكلها ايه، ارجعوا شوفوا ايه اللي جد عليكم، شوفوا ايه المرض اللي دخل في دماغكم، شوفوا ايه الوباء اللي سيطر عليكم وعمل فيكم كده. تنجحوا ازاي؟ تنجحوا ازاي بالمنظر ده؟ تنجحوا ازاي لما طفل سنه 12 سنة رايح لفريق الاهلي عشان يعمل تدريب ويشوفوا اكرامي بيه افندي المدرب اللي هو مفروض انه كان فنان ومثل، ويقال له مينا لا، مينا لا عشان مسيحي اسمه مينا، لا ما ينفعش. طب يا اخي قلت له العب، وبعد دقيقتين قلت له لا انت مش مستواك مش كويس ومشيته. مينا لا كده من باب للطاق. يا ساتر يا ساتر على الغل والسواد. السواد ده جبتوه منين؟ السواد ده جبتوه منين؟ وهتنجحوا ازاي بالسواد ده؟ هتقدموا علم للمجتمع ازاي؟ هتنهضوا ازاي؟ هتتقدموا ازاي؟ والله انا بحزن، والله انا بحزن، والله انا ليا مدرسين واساتذه والله العظيم مسلمين، والله العظيم جزمتهم برقبة أشخاص زي كده في محبتهم. كان ليه أساتذة يتحطوا فوق الراس ولغاية دلوقتي أحطهم على راسي من فوق، مسلمين وجيران مسلمين وحبايب مسلمين. الأشكال النكرة دي خرجت منين دي؟ خرجت منين الأشكال دي؟ تكسر نفس طفل سنه 12 سنة وبعدين والله ما حاجة حلوة خالص، ويطلع لك الفريق يقول لك الزمالك بيقول لك اخدت الكاس عشان كانوا بيصلوا، كانوا بيصلوا بيقروا قران. طب ولما كنتوا بتخسروا قبل كده في الدوري وغيره ما كنتوش بتقروا قران؟ طيب رونالدو كابري ولا رونالدو كابري ده ميسي ولا مارادونا ولا زفت ولا العالم دي كانت لما بتفوز في المباريات كانت بتقرا انجيل؟ طب فريق برشلونة اللي عمركم ما هتقدروا تجيبوا فيه جون
ولا تفوزوا عليه ده بسبب انه بيقرا انجيل قبل ما يلعب؟ ايه الخلط ده؟ طب ولما الولد السلفي ده اتبهدل وغلبه الاسرائيلي، الديانه اليهوديه انتصرت على الديانه الاسلاميه؟ الملائكه بتاعت اليهود كانت شغاله غلبت ملائكه المسلمين؟ ايه العبط ده؟ وليه تدخلوا ده في ده؟ طب ده انتوا افشل دول في العالم، افشل دول في العالم، ليه تربطوا ده بده؟ طب ولما فريق الساجدين يروح يلعب فريق كوالالمبور، بلاش كوالالمبور، فريق بوزة، وبوزة يغلب فريق الساجدين، يبقى بوزة على الحق؟ واطلع انا اشهد ان لا اله الا الله وان بوزة، ها؟ ها؟ هتجننونا، هتجننونا والله، هتجننونا. المعايير دي جبتوها منين؟ امام جامع طلع في بلد بيقول نحن بلد إسلامية ولا يحق بناء كنيسة فيها على أثر مشكلة حصلت إن ما فيش كنيسة، مش عايزين كنيسة تتبني. إمام الجامع طلع في الجامع بيسألوه قال لا إحنا دولة إسلامية ولا يحق بناء. طب أنت هتجرنا الكلام كبير بقى بعد كده، هتجرنا الكلام كتير. أنت هتعاملني على إنك أنت دولة إسلامية، هفتكر أنا إن دي أصل بلدي، هقول لك أنت محتل. الله، أنت محتل، أنت مستعمر. الله، أمال يعني إيه؟ يعني ما انت لما تقول لي كده تفتكر اني هطبل لك؟ هقول لك اه والله امنت بالله، هقول لك انت محتل، غزيت ارضي، انا عايز ارضي، عايز حقي. ففوقوا بقى وشوفوا انتوا بتتكلموا ازاي. هتكلمونا بالطريقه دي، هنكلمكم بالطريقه دي على طول. خلينا عايشين مع بعض بقى، وحسن ونرقص وحلوين مع بعض، ونكمل ونعيش مع بعض حلو، نكمل حلو. وانا مستني كمان ان امام الجامع يوافق لي على بناء كنيستي. طب هو لما بنى الجامع اخذ موافقتي؟ هو في ايه؟ ويقول لك مفيش. وشيخ الازهر لما يطلع اوروبا يقول لك اصل تهميش المسلمين في اوروبا سبب الارهاب. يا عم روح شوف العزب بتاعتك، يا عم روح المنيا، ما تروحش المانيا، روح المنيا لم شيوخك. لا، وايه شيخ الازهر قابل باكستان، اتصل باكستان قال لهم لو انتوا عايزين داعيين او شيوخ وسطيين يعلموا المسلمين في باكستان الوسطيه ابعت لكم. طب انت علم الشيوخ بتوعك الاول الوسطيه في مصر، علم شيوخك الاول الوسطيه في مصر. ده الشخص اللي عمل لقاء وقال مفيش كنيسه تتبني، بتقول دول حبايبنا المسيحيين بس كنيسه في البلد ما تتبنيش، اصل احنا يعني دول المسيحيين جيراننا ومفيش اي مشاكل وبنعيش مع بعض في تؤدة، اصل احنا ازهريين وسطيين. سلامتها يا ابو حسن، سلامتها يا ابو حسن. اعملها لك بلغه سيد زيان، لغه سيد زيان يا سيد حسن. الحلقه دي انا قلتها عشان الدكتور بس اللي خرجني عن شعوري لما قال اقباط المهجر. لا 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 لا، ده اقباط المهجر عليهم دور كبير، ما تنسوش حق اخواتكم الاقباط ابدا. كل حاجه تحصل دولوها. لما مروه الشربيني اتقتلت في المانيا من شخص هي نفسها الاول ابتدت معاه بالخلاف واستفزته وراحت عنها، قامت مظاهره في مصر وطلعت وفود من مصر لالمانيا، وناس طلعت ومحامين طلعت ومظاهرات ومروه ومش مروه، واحنا كل يوم بتقتل لنا 100 مروه وبتتعرض لنا 100 واحده ولا حد بيسال. لا، حقنا حقنا، واي بني ادم يخرس وما يتكلمش على اقباط المهجر بكلمه، بكلمه زياده. يا جبان مش قادر تعمل زيهم يبقى تسكت، ما تتكلمش، ما تتكلمش، معلش. يعني انت قاعد في البلاط ونايم وكلام من دوت ومرتاح وبتفخد لي، وعايز تاخد مكاسب على قفا الناس وتشوه في صورة ناس شرفة. اصل هو الاقباط المهجر كمان لو عايزين تبتدوا صح ابتدوا من ماسبيرو، هي دي، ابتدوا من ماسبيرو، طالبوا بالتحقيق الدولي في مذبحة ماسبيرو، تحقيق دولي في فيديوهات وفي كل حاجة
وفي صور وفي كل حاجة ودول لما تتحكموا دولي كل حاجة ثقة هتتعدل بعد كده، بعد كده كل حاجة هتتعدل. لكن اوعوا تنسوا اخواتكم في مصر، اوعوا تنسوا اخواتكم في المانيا، اوعوا تنسوا اي حد. مظاهرات انا بقول دايما يعني انا عايز اعداد اكبر من كده لو حصل يعني، وبرضو بالادب، وبرضو بالادب، وعايز الكل يشارك. هيطلعوا لكم في الكنيسه يقول لكم ما تطلعوش، تحت ضغوط، تحت ضغوط، بيقولوا لكم الكلام ده مضغوطين، البابا بيتضغط والاسقفه بيتضغطوا، اعملوا المظاهرات ما تنسقوش مع حد من الاسقفه، ما تعرضهمش، هيقول لكم ما تطلعوش، هيقول لكم ما تطلعوش. فانتوا اعملوا الحاجه بقناعه، انتوا في مشكله حقيقيه اطلعوا بالادب، لكن حقكم تاخدوه، حقكم تاخدوا. برضو بكرر شكري لنيافة الأنبا مكارس أسقف المنيا وأبو رقاص العام، بكررها مرة تانية، وبشكره على حكمته وعلى أدائه السلس في المشكلة دي. وبطالب دايما، المطالب ده احنا اللي بنكررها دايما تانية، لو اتعمل قانون موحد لبناء الكنائس يبقى هو نفس قانون بناء الجوامع. لو مش لازم، العدديه يعني، مش عايز اقول جنب كل جامع كنيسه، لا لا، حسب العدد يعني. بلد فيها مسيحيين 200 100 200 ومحتاجين كنيسه تبني لهم كنيسه، لكن مش معنى كده هعمل زي ما عاملين كده هو بين كل جامع وجامع جامع يعني، لا بالعقل يعني. نفس الكلام قانون دور العباده دوت يتعمل بشكل، يبقى قانون العبادة كلها مسيحيين ومسلمين، جلسات العيلة دي تتمنع نهائي، الهيكل كله يتغير. يعني اللي حصل في الرياضة ده حصل لأن أساسا ما فيش في المخابرات مسيحي، ما فيش في أمن الدولة مسيحي، ما فيش في مستشارين رئيس الجمهورية مسيحي، ما فيش. فبالتالي هتبقى نفس الحكاية، الوزراء ما فيش مسيحي، شوية شوية يقول لك مش عايزين مدير مدرسة مسيحي، شوية مش عايزين كنيسة، شوية مش عايزين. فالهرم نفسه لازم يتغير، التركيبة نفسها لازم تتغير من فوق. نشوف بقى بدرا من سيادة الرئيس يعني إذا كان ناوي يعمل حاجة زي كده ولا لأ. وعموما على الباغي تدور الدوائر، على الباغي تدور الدوائر. إذا كنتوا فاكرين إن الأقباط بكل سهولة كده هينمحوا من مصر أو هيتشالوا، تبقوا غلطانين. ما قريتوش تاريخ الاقباط، اقروا تاريخ الاقباط كويس قوي، اقروه من زمان لغايه النهارده، هتعرفوا حاجه واحده بس، اللي بيجي على الاقباط ما بيكسبش، اللي بيجي على الاقباط ما بيكسبش، اللي يجي على الاقباط ما بيكسبش. والى اللقاء في حلقه قادمه ان شاء الله، مع تحياتي دكتور وجيه رؤوف، شكرا لكم.